وهي كانوا يساعدونا بالأسمدة، كانوا يساعدونا بالأدوية، بالبادورات، كلها كانوا هاي كانوا يساعدونا الحكومة، ونسبة يعني بالنسبة الفلوس يعني ميتة، يعني كيس كيمياوي ب5000 دينار، الأدوية ب5000 دينار، يعني هسه هواية صعدت المواد هواية، ومع الدولة ما قاعد يساعدنا بكل شيء. العراق كان يدخل له 100 مليار مكعب من المياه، حاليا تدخل له 20 مليار مكعب من المياه. هذا الجفاف أثر بشكل عام على العراق وأثر بشكل خاص على هذا الحي. أحزاب صارت، أحزاب كل من إله حاليا كنت وين ما كنت الفلاح. كان قبل حتى السحب الدولة تسحب يعني الزرع، هسه كل الدولة حتى الزرع ما قاعد تسحب، هي قامت تزرع، قاموا يزرعون وقاموا يبيعون، ما يشترون من الفلاح، كل شيء ما قاعد يشترون من الفلاح. في هذا الحي الفلاح قام يشوف انه هاي الاحزاب الحاكمه حاليا ما دا تستثمر على المستوى البعيد في الزراعه في هذا الحي او بالعراق بصوره عامه، فقام يشوف نفسه انه هو ليش يتعب نفسه بالزراعه ويضيع وقت ويجهد نفسه، فقام يترك مهنه الزراعه ويتجه لغير مهن، والاحزاب الحاكمه حاليا قامت لا تدخل المياه وتدخل المستورد. كان المي هوايه اصلا، المي عندنا كان هواي، بس هسه المي قل، ماكو سدود حجي، ماكو سدود ما عندنا، هم لو يسوون سدود الا المي خير من الله، مي خير من الله، بس سدود ماكو، جابوه منا اشتروه منا ذبوه منا بالبحر، اشتروه منا ذبوه منا بالبحر، فما يكفي. كان هناك قبل موجود 24 ساعة وماكو تموين على الفلاح، هو لو اكو تموين على الفلاح ليش يسوي؟ هو احسن زراعة زراعة الفلاح، احسن مواد، احسن تربه. ما يصير نذب اللوم كله على الفلاح انه يتحجج ويبيع غالي وانه الاكل المستورد هو ارخص، الفلاح هو ما له ذنب بهذا الشيء اللي دا يصير. ماكو قليل، الاكل العراقي قليل، كله مستورد. طماطه، باذنجان، مخضر، كله احسن من باقي الدول، احنا كنا نصدر للدول، هسه قمنا احنا نجيب من الدول. ليش؟ ماكو، ما حد ما قاعد يدعمنا، الدوله ما قاعد تدعمنا. لو قاعد تدعمنا الدولة احنا خير من الله. الحقيقة هو ان النظام السياسي القائم سياسته في هذا الحي هي جاي تنعكس علينا حاليا وعلى هذا الحي السكني حاليا بصورة عامة، واللي جاي يقلل نسبة المياه ويتفق ويا دول اخرى بنسبة استيراد، ويتفق ويا الدول المجاورة الها واللي تكون بيناتهم اتفاقات على نسبة الاستيراد، ويقلل الدعم عن الفلاح ويمنعه من الزراعة، حتى يخلق عنده جو من الملل انه ماكو مياه، ماكو كيمياوي، ماكو بذور يزرعهن، فالفلاح يترك الزراعه ويتجه لغير مهن. هذا يريده، هذا يريده، هذا يريده، هذا يريده. هي السياسه طيحت البلد، طيحت حظ البلد. هي السياسه. لو مو سياسه للعراق بخير. نفس هذا النظام اللي يقطع المي على الفلاح هو النظام اللي يسمح باستيراد المواد المليانه كيمياويات، والمواد اللي ما نعرف شنو نوع الزرع مالتها والبذور مالتها، عكس البذور اللي كنا لما ناكلها من ايد هذا الفلاح نعرف انه هي مزقيه بمي زين والفلاح مهتم بيها، لكن حاليا ما نعرف الاكل اللي جاي ناكله، ونفس الفلاح اللي كان يزرع الاكل الصحي حاليا دا يعاني من هذا الاكل اللي مليان سرطانات وهرمونات ومليان مواد كيميائيه. والله الرسالة احنا نريد من الدولة تدعم الفلاح لا اكثر ولا اقل، نريد تدعم الفلاح وتعطيه كيمياوي وتعطيه مواد ادوية واسمدة، احنا بخير، العراق بخير، والجر ياخذ احزاب الجر شوية ياخذ، احنا بخير الدولة. ونفس النظام هو اللي ما يفرض ضرائب على التاجر بسبب علاقته التاجر مع النظام. النظام نفسه هو اللي خلى الاحزاب تمنع الفلاح انه يبيع باي مكان، مثل ما كان قبل الفلاح يقدر يبيع باي مكان والناس يجون يشترون من عنده. النظام خلى المواد المستورده المليانه كيمياويات موجوده بالاسواق، ومنع الفلاح انه ينشر النباتات مالته والحصاد مالته داخل الاسواق، وقلل عليه الدعم. كان يدعمه بالمواد التقنية والبذور والأشياء الغير مضرة، وكان يدعمه بالمياه أيضا، لأنه نسبة المياه كانت كلش هواية مقارنة بنسبة المياه اللي جاي تدخل حاليا للفلاح، واللي هي شبه المعدومة بالسبوع تدخل له مرة واحدة. هذا المي مستحيل يكفي الفلاح ويكفي هاي الأراضي اللي جاي يعني جاي يزرع بيها.
نلاحظ خلال هاي ال 15 سنة السابقة اللي عشناها انه الفلاح مو بس قام انه هو صاحب قرار انه يبيع ارضه، لا الحكومة قامت تشجعه انه يبيع ارضه ويحولها الى ارض سكنية ويبني بيها بيوت ويبني بيوت بصورة عشوائية همات. لهذا السبب قمنا نشوف انه اشجار كلش قليلة، نبات ماكو، اشجار ماكو مساحة انه نزرع يعني شيء اخضر على مود نقدر نشتم هواء طيب او شيء. قمنا نشوف الحكومة هي قللت المياه، قللت البذور، قللت الدعم عن الفلاح، وبنفس الوقت قامت تشجع انه يحول ارضه الى سكنيه. وهذا الشيء كلش انعكس سلبيا على واقعنا وواقع حياتنا اللي جاي نعيشه احنا حاليا واللي عاشوه اهلنا كيف السنوات السابقه، لانه حرفيا فقدنا مهنتنا وفقدنا حياتنا الزراعيه اللي كنا عايشينها داخل هذا الحي السكني مالتنا. قمنا ما نعرف شنو نسوي، والمهن ما موجوده انه فقط نروح للاحزاب ونطلب من عندهم انه يعينونا او نروح ننضم وياهم، لانه الفلاح ما لأي باب ثانية.